مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا، ويوم جديد وحلقه جديده والسادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم. تتلخبط الاوراق وتتعاد الحسابات، كلام كتير جدا عن امكانيه تاجيل قبل نهائي افريقيا، الاهلي، الوداد، الزمالك، الرجاء. بالتاكيد كل فرقه بتعيد حساباتها. لغايه النهارده او لغايه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها مفيش حاجه واضحه، مفيش حاجه مؤكده. ده ياثر علينا ازاي؟ اعتقد انه بشكل كبير جدا، واجمعت كل اراء في الفتره اللي فاتت انه ده هيصب في مصلحه النادي الاهلي من ناحيه الجاهزيه، من ناحيه عوده المصابين او اكتمال القائمه بشكل كبير جدا. ولكن هل يتغير مسار البطوله نفسها؟ هل من الممكن ان احنا نرجع تاني للكلام على فكره البطوله المجمعه زي ما شفنا مثلا في دوري ابطال اوروبا، وزي ما كان مطروح قبل كده في السيناريو السابق انه دوري ابطال افريقيا يقام بنظام البطوله المجمعه؟ السيناريو مش واضح، واحنا في انتظار حقيقه وضوح الصوره اللي بعتقد انها بشكل كبير جدا هتتضح خلال ساعات في تواصل بين كل المسؤولين، سواء فيما يتعلق طبعا باتحاد الافريقي او المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي مع رؤساء الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه عموما، مش بس دوري الابطال، بتكلم على الاهلي، بتكلم على الزمالك، بتكلم على بيراميدز. من المفترض انه هيكون في اجتماع حاسم يوم الخميس اللي جاي على مستوى المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي، واعتقد كمان قبل الاجتماع ده هيسبقوا اجتماع تاني لجنه الانديه. من المفترض انه تم التواصل مع كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وعضو اللجنه عشان يتم الاستماع لوجهه نظر النادي الاهلي طبعا في فكره استكمال سيناريو بطوله دوري الابطال. ده ياثر ازاي على مشوارنا في الدوري، او ياثر ازاي على تفكير واستعداد اللعيبه في مباراه الدوري؟ الاهلي طبعا بيستعد النهارده انه يلعب ماتش حرس الحدود او يلعب مع حرس الحدود في لقاء اعتقد هيكون مفيد بشكل كبير جدا لتشكيله المارد الاحمر ولريني فايلر.